لأجل عيونها ثار الملك هنري الثامن على الكنيسة وعلى الأعراف وعلى أركان دولته بأكملها. هي أكثر الملكات نفوذا وأهمية في التاريخ الإنجليزي، وهي الزوجة الثانية للملك هنري الثامن ووالدة أعظم ملكات إنجلترا إليزابيث الأولى. إلا أن هذه الملكة الشهيرة جدا أعدمت بعد ذلك بتهمة سفاح القربة والسحر والزنا والتآمر ضد الملك. عن الملكة آن بولين سنتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نبدأ، من فضلك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو إذا أعجبك. طبعا هي واحدة من زوجات الملك هنري الثامن التي لا تزال حياتها القصيرة والمذهلة تثير اهتمام المؤرخين والعامة. كانت ملكة لإنجلترا لمدة 3 سنوات فقط، لكنها تركت إرثا ما زال قويا حتى يومنا. رفضت أن تكون عشيقة للملك هنري الثامن، فكان عليه أن يعصي البابا من أجل إلغاء زواجه من زوجته الأولى كاترين أراغون. تزوجت شقيقتها ماري من ويليام كاري أحد نبلاء بلدة جرينيتش بحضور الملك هنري الثامن، وبعد فترة وجيزة أصبحت ماري أي أخت آن عشيقة للملك الإنجليزي في منتصف عشرينات القرن 16. في نفس الوقت كان لدى آن معجبين كثيرين، وسرعان ما انضم إليهم الملك هنري الثامن نفسه ووقع في حبها وأرادها أن تصبح عشيقته مثل أختها. إلا أن آن رفضت ذلك رفضا قطعيا. في نفس الوقت لم تستطع الملكة كاترين أن تنجب لهنري ابنا يرث عرشه، ولذلك قدم الملك هنري التماسا إلى البابا لإلغاء زواجه منها معللا ذلك بأن هذا الزواج باطل. إلا أن الكنيسة طبعا رفضت ذلك، وبعد أن رفضت آن أن تكون عشيقة للملك هنري تزوجها بعد 6 سنوات من امتناعها في حفل سري. وفي بداية سنة 1533 أقيم حفل زفاف الملك ثاني، وفي شهر سبتمبر من نفس العام أنجبت آن طفلتها الأولى إليزابيث الأولى. بعد ذلك بعام أصدر الملك هنري الثامن مرسوما بأن زواجه من كاترين أراغون كان باطلا لأنها كانت زوجة أخيه، وانشق عن روما من خلال إنشاء كنيسة إنجلترا. وبعد ذلك بسنتين استقبل الزوج الملكي نبأ وفاة كاترين أراغون بفرح عظيم، وكانت الملكة آن حاملا آنذاك، فيما كان يتملكها رعب شديد لمعرفتها بالمخاطرة التي ستحدث إذا فشلت في ولادة مولود ذكر للملك. إلا أن إجهاضات آن المتكررة وخسارتها للجنين الذكر الذي أجهض سنة 1536 جعلت من علاقتها بالملك تنقلب رأسا على عقب، حيث دفعت رغبة هنري الجامحة في إنجاب وريث ذكر للعرش إلى اتخاذه من جين سيمور زوجة مستقبلية له، وأعلن أن زوجته آن بولين قد استدرجته لهذا الزواج عن طريق السحر، حيث سعى لإلغاء زواجه منها وقام باحتجازها في عدة اتهامات كاذبة بما في ذلك الزنا وسفاح القربة والتآمر ضد الملك. وفي مايو سنة 1536 أدانتها محكمة الأقران بالإجماع وألغي زواج هنري منها، واقتيدت إلى البرج الأخضر في لندن حيث أعدمت هناك. وتعتبر هذه الملكة من أشهر الملكات في أوروبا قاطبة. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.